حزبنا أيها الحلفاء والأصدقاء والأحرار في أمتنا العربية، أرجو أن لا يتصور أحد منكم أنني أعلن الحرب على النظام العربي. كلا، لأن معركتنا الأساسية مع الغزاة المحتلين الفرس وعملاءهم بشكل خاص، ولكن أردت أن أضع الحقائق الساطعة الدامغة أمام الأخوة الحكام العرب وأمام جماهير أمتنا، وأذكرهم بمسؤولياتهم. فنحن في البعث وفي الجبهة الوطنية العراقية وفي المجلس السياسي العام لأحرار العراق مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومع عاصفة الحزم في اليمن ومع دول الخليج العربي ضد التهديد الفارسي لها. فأنا اليوم أضع الحقائق بصراحة ووضوح أمام جماهير الأمة أولا، ثم أمام الأخوة الحكام العرب. فأقول وللأسف أننا في البعث وفي القيادة العليا للجهاد والتحرير وفي الجبهة الوطنية العراقية وفي المجلس السياسي العام لأحرار العراق مع كل فصائل المقاومة والمعارضة لا نفهم موقف المملكة العربية السعودية العزيزة من شعب العراق ومقاومته الباسلة ومحنته مع الاحتلال الإيراني البغيض، حيث دارت ظهرها لهذا الشعب الذي نزف أنهرا من الدماء دفاعا عن الأمة، وخاصة الدول المهددة من قبل الفرس. كيف نفهم أن المملكة العربية السعودية هي المستهدف الأول بعد العراق من قبل إيران، ثم تمد يد التعاون والتأييد والمناصرة للنظام الإيراني في العراق الغير مشكوك في إيرانيته؟ كيف نفهم موقفها مع الميليشيات الإيرانية المجرمة التي قتلت مئات الآلاف من أبناء العراق وهدمت مدنهم وسلبت أموالهم ولا زالت إلى اليوم موغلة في إجرامها، مثل المجلس الأعلى الصفوي وسرايا السلام؟ قتلت العراقيين على الهوية، وميليشيات بدر التي يعرف العالم كله ارتباطها المباشر بولي الفقيه. وأقول لأن حصلت مواجهة بين إيران والمملكة لا سمح الله فستكون ميليشيات بدر في مقدمة القوات التي ستقاتل المملكة، بل سيقاتلها ما يسمى بجيش العراق الذي ملئ ودمج بالميليشيات الصفوية والمعبأ بالفكر الصفوي المعادي للعرب. أملنا كبير أن تعي المملكة العربية السعودية الشقيقة خطورة موقفها من قضية العراق، وأن تعلم أن ترامب سوف لن يقاتل إيران إلى يوم القيامة، وإنما الذي سوف يقاتل إيران إذا اعتدت على المملكة العربية السعودية هو شعبنا في العراق وفي الوطن العربي. أملنا كبير بحكمة خادم الحرمين الشريفين وبشجاعة ولي عهده الأمين أن يجنبوا المملكة العربية السعودية من مطب ومخاطر إقامة علاقات مع الميليشيات الطائفية الصفوية المرتبطة بإيران عقائديا وعسكريا وسياسيا، وخاصة المجلس الأعلى وبدر الذين قتلوا عشرات الآلاف
من خيرة أبناء العراق، ويؤكدون في كل مناسبة أنهم إذا حصل حرب لإيران سيقاتلون معها حتى ولو كان ضد العراق. إن الميليشيات الفارسية الصفوية التي باتت تهادنها وتدعمها المملكة العزيزة اليوم للأسف ستكون في طليعة الأذرع الإيرانية المسلحة التي ستقاتل المملكة العربية السعودية وتهدد أمنها لا سمح الله. ومع ذلك كله سنظل مع المملكة العربية السعودية قلبا وقالبا، ونقف إلى جانبها بكل ما نملك من إمكانات وقدرات، لأننا نعلم علم اليقين أن المؤامرة الدولية الكبرى التي دمرت العراق وسوريا واليمن وليبيا هي نفسها تستهدف المملكة العربية السعودية. لما تملك المملكة العزيزة من إمكانات مادية ومعنوية هائلة، ولما تملك من ثقل سياسي وعسكري واقتصادي، ولما تملك المملكة من قيادة حكيمة وشجاعة وصادقة يجعلها ردءاً أميناً وقوياً للأمة في صراعها مع قوى الشر والعدوان كما نراها اليوم في اليمن.